صباح الخير عليكم جميعا او مساء الخير، ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. والنهارده على وعدي جايه اتكلم عن روتين التبيض او روتين بياض التلج. واذا بتحبوا نوعيه الفيديوهات دي اعرفوني بلايك، حطوا لي لايك واضغطوا جرس علشان يجيكم مني كل جديد. اول قاعده من قواعد تبييض البشره هو اننا نكتر التغذيه على فيتامين سي، وده طبعا في الفواكه الطازه وفي الخضار الطازه. ضروري كمان ناخد كبسولات فيتامين سي يوميا عيار 2000، ده جدا بيساعد على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ. تاني قاعدة هو اننا نستخدم منتجات للبشرة فيها فيتامين سي. طبعا تقدروا تستخدموا اي منتج مضمون ليكو، مفيش اي مشاكل، ولكن عن تجربة افضل منتج فيتامين سي مفتح للبشرة من The Body Shop هو The Drops of Light. المنتج ده بيفتح بشكل رائع جدا، ولكن سواء استخدمنا المنتج ده او اي منتج فيه فيتامين سي ضروري يتم استخدامه اثناء الليل مش اكتر من 3 مرات في الاسبوع. ده لانه التعرض بمنتجات فيتامين سي للشمس او الاكتار من استخدامها بيعرض البشرة للتحسس وللجفاف. في اخر فيديو حطيت اقوى ماسك فيتامين سي طبيعي بيفتح البشرة بشكل رائع وملحوظ، وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف علشان تشوفوه. ثالث قاعدة وهي جدا ضرورية هو اننا قبل ما نخرج ونتعرض لأشعة الشمس لازم نحمي بشرتنا بالاس بي اف او منتجات الحماية النهارية، وضروري تكون عالية يعني فوق 50 علشان نحمي بشرتنا من الاسمرار اللي بتتعرض ليه لما بنتعرض للشمس. ده كان كل شيء النهارده. كنت معاكم انا شيماء، ناشطه بالطاقه وشفاء الذاتي ومتخصصه في فن المكياج الاعلامي والجمال. اسيبكم على خير واقول لكم سلام، باي.